أجواء مش عارف دونك الاسم ولا أكثر من معروف. يجينا من المغرب في تجربة استثنائية. الجمهور هو اللي يغني، ما عندناش مطرب كما عرفنا في الحفلات الكلاسيكية، ما عندناش كورال. الجمهور هو اللي يغني، هو اللي يختار أغاني متاعه. العملية الكل تم بتنسيق رقمي، يصير على امتداد فترة من الزمن. الجمهور يختار شمال الأغاني، ومن بعد تجيه الكلمات، وكي يدخلوا يحلوا تليفوناتهم يسكنوا كيو ار كود، يجيهم يلقاوا الفرقة تستنى فيهم، طب يبدأوا كما تشوف الناس الكل تغني. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يبارك فيك. نورتنا، جينا من المغرب. أمين بخير بوتشارت. من المغرب. منين من المغرب تحديدا؟ أنا من المغرب، مدينة المحمدية، ولكن عايش ومستقر في باريس منذ 17 سنة. تخرجت من معهد الموسيقى، عمل فيه بفرنسا، وتكملت المشوار في الموسيقى، بديت تخدم في أعمال موسيقية خاصة بك أنت. من بعد الفكرة تجي من هذا، شنو اللي صار؟ أنا كيف ما قلت يعني درست الموسيقى والموازات مع هذا الشيء. أنا مهندس في الإحصائيات، يعني كنت مشيت لباريس للدراسة والعمل. وفي أيام الكوفيد، كان بما أنني مغروم بالموسيقى، كانوا كيجيو أفكار، ومن بينهم هاد الفكرة ديال استلهمتها ولا لا؟ لأنه في العالم فما حاجات قريبة شوية، أما بالصراحة هذه لا. ما نعرفش، هل انا خطر بقيت نلوج نلقى حاجه تعملت في السبعينات هكا، نلقى ما نعرفش، انا نلقى فما شكون جيغون برينو كيف بيرنو كيف عمل 2017 عمل حاجه صغيره، فما في القرن 19 نلقى ريتشارد فاغنير الموسيقى الالماني عمل عروض اوبرا يشركوا شويه الجمهور، اما بالصراحه هذه اول مره. هو لو كونسيبت ديال لي كونسير بارتيسيباتيف عند الغرب موجود من شحال هذه، ولكن ما عمره ما كان بهذا الشكل. يعني كي يشاركوا الجمهور في ايقاعات، في مشاركه بآلات موسيقيه ولا حاجه، ولكن يعني دي مورسو بالكلام للجمهور هو اللي يغنيهم. انا شخصيا يعني عمري ما شفتها قبل وما استلمتهاش، ولا كاينه شي حاجه نبغي نشوفها. دونك قيدته في الملكيه الادبيه والفكريه نتاعك، ملكك لو كونسيبت. انا بالنسبه لي لو كونسيبت هذه، يعني الحمد لله الاسم ولا يعني ولا معروف في العالم العربي ولا معروف. والمهم عندي هو ان يعني ان الناس هما اللي ولاو كيعترفوا بالله، كيشوفوا فكره الجمهور كورال، عارفين امين بوتشار هو اي امين. انا معاك اليوم مقيد هالفكره قانونيا، يعني مقيدة باسمك، لأن اليوم قاعد نشوف في برشا مجموعات قاعدة تحاول انها تخدم في نفس الجو هذا. بيان سور، دوبي يعني احنا الفكرة بدات هذه عامين، انا بديت هذه عامين، وفي هذا العام الاخير بزاف يعني كثير الناس كيحاولوا يديروا نفس الحاجة. بالعكس، هذا انا كنشوفها حاجة مزيانة، يعني ان مون كونسيبت الى انسبيري دوتر ارتست، وهذا لو كونسيبت مدير على الجمهور. يعني ما غاديش انا بالنسبة لي كنفرح ملي نشوف الجمهور. انا جو بي با ايت بارتو، ما يمكنش نكون في العالم كامل. يعني ملي كنشوف فكرة ديالي في تونس، في المغرب، ما وحاجة أخرى، يعني ما بغيتش كيف ما قلت لك، هي الهدف هو الجمهور. يعني ما غاديش ما نبغيش نحرم الجماهير انها تعيش مع فرق اخرى. دونك لهنا الكونسيبت كامل نتاع الحفله انت رجيته، معناتها الثوابت نتاع الحفله الغنائيه طبيعة الحال جيت شديت لها انت، معناتها مطرقه وكسرتها الكل وبدلتها من اللي كان المطرب هو العنصر الاساسي في الحفل. انا بالنسبه لك انت الجمهور ولا هو العنصر الاساسي؟ الجمهور بعد الفرقه ولا مطرب موجود؟ والحاجه هذه يمكن يكون خيال علمي، لانه انا نقرا تعليق نتاع موسيقار تونسي كتب قال حكي على الكونسيبت نتاعك، وقال فما فنان مغربي عامل كونسيبت الموسيقى تعزف مع الاوركستر والجمهور هو اللي يغني. قال له كان انا مثلا نجيب الفكره هذه سأرمى بالطماطم، معناتها بكثر انه المشروع فيه جراه وغير محمود العواقب.
طبيعة الحال هي الفكرة في الأول كتبان بسيطة، يعني أي واحد كان بإمكانه تجي هذه الفكرة، ولكن الصعوبة كيف ما قلتي هي أن الجرأة في أول مرة أنها تطبق، يعني أصعب حاجة كانت بالنسبة لي هي هذه. ومن بعد في خلال العام الأول من الحفلات بدأت كتولي يعني فكرة مألوفة، ودخل ولات يعني ولات هذا نمط، نمط موسيقي من بين يعني العروض اللي ولات كتقدم، وهذا الشيء اللي والجمهور ولا يصفق على روحه. لا الفرقة ولا تصفق على الجمهور ولا العكس. لا الفرقة متاعك فرقة ضخمة، وين توا ما تتعدى تعمل دي كومبلي في تونس؟ البارح كنت موجود في قاعة الأوبرا، عرض كان أكثر من رائع استثنائي، واليوم عندك عرض ثاني وسولد أوت. الله ولك الحمد. هو نفس الجمهور اللي يجي يتعود كأنه ياخذ في دروس غناء معاك بشكل جماعي، وإلا قاعد تشوف أنه الجمهور يتغير؟ ما هيش ساكت قاعدة تبع فيك وين ما تمشي، بقدر ما هو جمهور قاعد يتبني لك من جديد. لا الحمد لله، لا هو في يعني مرة على مرة، حفل على حفل، كنحسوا بأن القاعدة الجماهيرية كتكبر. هذه أول مرة لينا لتونس، وكيف ما قلت يعني جوج الحفلة، جوج العروض سولد أوت أسابيع كثيرة قبل من الحفل، وكاين طلبات كثيره باش يكونوا عروض اكبر وكذا. ومن غير تونس يعني عملنا الحمد لله حفلات كثيره في اوروبا وفي العالم العربي، في الخليج، في كندا. هذه الصيغه النهائيه للعرض امين، هذه الصيغه النهائيه ولا مازال عندك متطور فيه؟ لا احنا في تطور وتجديد دائم، وانا بطبعي ما كنحبش المونوتوني، يعني وكان نبغي الجمهور يجي يشوف اليوم عرض، المرة الجاية إذا جاءوا نفس الناس يشوفوا مفاجأة جديدة، يشوفوا شو جديد. يعني ما كانش غير غناء الجمهور، كاين كيكون مفاجآت، كيكون معزوفات من تقديمي فيهم فولكلور فيهم وكيف ما قلت لك، يعني سي اون اكسبيريونس ابارونتيير، فيها شو كامل الأوصاف. المغنين بالنسبة ليك معناتها ما عادش مهمين، المطرب ما عادش مهم. لا بتاتا، بالعكس مهمين. الله يودي المطرب غير مهم. هذه هي الفلسفة. هذه هي الفلسفة. الجمهور أهم من المطرب. ومش عيب، لأنه اليوم هناك قاعدة تقول أن الجمهور هو الذي يصنع المطرب. لا أنا بالنسبة لي هذا يعني أن الجمهور هو اللي يصنع المطرب، متفق معاك، ولكن باش نقوله بين المغنيين ماشي لا أتفق بتاتا. إحنا أصل الجمهور شنو يغني؟ فهو يغني قطع للمغنيين اللي هما يخدموا على كلمات وألحان يمكن في فترة من الفترات أنه يجي مغني جيست من أجل أغنية ولا اثنين، طبيعة الحال. وكانت عملتها في حفلات سابقة في تونس. ماذا بك لو فما جيست تونس تحبوا يجيك غدوة أو الليلة؟ من المعروفين ولا من المواهب؟ من المعروفين وفي كتير صراحة. شكون هكا أنت ماذا بيك لك الفرقة متاعك تكون موجودة معاه ومع الجمهور هذايا؟ مثلا البارح كان يعني عملنا قطع كثيرة تونسية. ومن بين القطع اللي لقات تجاوب كبير هما الفنان الكبير لطفي بوشناق. عملت ريتك ما نعرف وين، عملت نسايا وريتك ما نعرف وين. انت هذوما بطلب من الجمهور عرفتهم؟ كنتش تعرفهم قبل ولا كنت تعرفهم قبل؟ لا نعرف، لا الله يودي، لا يعني ريبرتوار تونسي. انا كيف ما قلت لك، انا في باري هذه 17 عام خدمت مع موسيقيين توانسة كثير، وعندي اصدقاء توانسة، ومن اول حفل لي في باريس فرقتي فيها يعني ثلث الفرقه موسيقيين توانسة. يعني انا الريبرتوار التونسي ما غنقولش انا اكسبير، ولكن يعني شي حاجه اللي كتعجبني. ما تسنيتش حتى نجي لتونس عاد نشوف هذه الاغاني. النجاح اللي قعدت تشوف فيه وهو نجاح تجاري بالأساس يغريك باش تدخل مهرجانات الصيفية؟ عنا مهرجان كارتاج، عنا حمامات، عنا بنزرت، عنا سوسة، عنا جابس، عنا قفصة، عنا جربة، عنا الكيف، يغريك ولا ليه؟ أوكي نعقب على كلمة صغيرة الله يخليك. هو يعني الهدف
في الاول عمره ما كان تجاري. انا كيف ما قلت لك انا كنت مش عيب. لا بتاتا مش عيب. لا احنا يعني غير باش نقول لك انا الهدف شنو كان في الاول. يعني انا خليت انا النهار اللي قررت ندير هذا المشروع كنت يعني الحمد لله في سيتوياسيون فينونسيير مزيانه، مهندس في باريس عايش، يعني انا واحد الانسان عاشق الموسيقى لواحد الدرجه كبيره. يعني اول حاجه انا درت هادشي لانني كنعشق الموسيقى وبغيت ندير هادشي في لو كادر دو بارطاج مع البوبليك. وبطبيعه الحال فاش شفت المشروع كبر تخليت على العمل الاساسي ديالي، ولا كيف ما قلت من بعد ولات يعني حاجه طبيعيه ان يكون الهدف الاساسي باش الهدف التجاري. باش نرجع للسؤال ديالك، بطبيعه الحال هو يعني فنانه كبار في العالم العربي كيتمناو وكي يعني كيتسناو الفرصه باش انهم يطلعوا على المسارح الكبيره كيف ما قرطاج ولا بنزرت ولا صفاقس ولا كاع هذ اللي ذكرتي. وان شاء الله نتمنى تتاح الفرصه، وكاين يعني كاين اتصالات وكاين ان شاء الله. قدمت لقرطاج ولا ليه؟ عطينا خلنا نجي نتخيل مسرح قرطاج. شوف سهرة قرطاج اللي تعملها لازمك تصورها ان شاء الله. لازمك تصورها لانه فما حاجه استثنائيه غادي تصير ان شاء الله، وخاصه مع يعني راه شفنا انا صغير وكنشوف حفلات قرطاج مع المغنيين الكبار وكيفاش كيتفاعلوا مع المرحومه ذكرى مع جورج واسوف وكيفاش الجمهور كيغنيوا. يعني انا كنتخيل كيفاش اذا كانت السهره كلها ليهم في قرطاج ف يعني شي حاجه اللي رائعه ان شاء الله. مهرجان موازين قاعد كذلك يهبط في قائمه نتاع الفنانين نتاعو. بحثت عليك، قاعد نلوج عليك. نتصورك في مسرح محمد الخامس، عندك بلاصه كبيره. هو مسرح محمد الخامس انا عملت فيه يعني في هاد السنتين ما لا يقل عن كنظن واحد 18 ولا 17 حفل. تحب مسرح النهضه؟ ملا مسرح النهضه نعم. كان تواصل من اجل مسرح محمد الخامس، ولكن انا كنقول ان شاء الله الى كتاب دونك تفسيري انا صحيح. دونك عطاوك مسرح محمد الخامس، انت قلت لهم نحب النهضه، قالوا لك بالنهضه راه توا ما عندناش بلاصه، يمكن السنه القادمه ان شاء الله. هذه هي exactly. اما حرام وكانه مطرب الحي لا يطرب، ما فهمتش معناتها من المفروض راك في موازين السنة. عوده موازين اليوم مع النجاح اللي انت عامله السنة من المفروض معناتها اي، ولكن هناك نقول لك حاجه، هناك من اقل اهميه على مسرح النهضه اليوم من القائمه من الفنانين العرب، اقل اهميه منك موجود على مسرح النهضه. وهذيك كتبقى مساله اذواق يعني. لا مش مساله بالنسبه لك انت اقل، ولكن ما انا بالنسبه لي انا ساول ابن البلد اولى قبل كل شيء. انا ماشي بوحدي فنان في المغرب، راه تبارك الله راه عندنا فنانين كبار في المغرب. لكن انت اليوم انا يمكن مازال جديد مازال. اما انت اليوم طالع بقوه، انت اليوم قاعد تعمل في كومبلي بارتو معناتها. انت لو خذيتك لو عملت اليوم مهرجان كارتاج وكان مهرجان ناجح جدا، اكيد ان القائمين على المهرجان تاع موازين باش يحسوا ويقولوا علاش مش عندنا قبل معناتها، علاش يجينا بنجاح من قرطاج او من مكان اخر. هذا شنو؟ فهمت كيف ما قلت لك، عندهم ضروري عندهم يعني التفسيرات نتاعهم، والحمد لله النجاح يعني راه كاين. ويعني عملنا حفله كبيره في موسم الرياض في السعوديه، في الدار البيضاء مؤخرا عملنا ثلاث حفلات يعني اللي فيها 8000 واحد في 3 ايام. يعني هما عارفين بلي كاين الحمد لله كاين قاعده جماهيريه كبيره في المغرب. يمكن كيف ما قلتي كيتسناو العام الجاي باش يكون حفل ان شاء الله ضخم وتاريخي وخيرها في غيرها. ان شاء الله العام الجاي تكون متوفره ظروف وامكانيات اقوى ان شاء الله. وطبعا يلزمنا نيغوسيو الكونترا ماديا اكثر، لانه عام الجاي اقوى من السنه. يمكن هو ما كان، لا عمر ما كان، انا بالنسبه لي وكنرجع عمر ما كان النيغوسياسيون الكاشي عائق بالنسبه لي. يعني اهم حاجه اولا هادو كسوا قرطاج ولا موازين ولا يعني القاعه الكبار، هذا اول حاجه. جراش بطبيعه الحال المهم كثير هادو اول حاجه. انا راح يعني الحلم انني نطلع على هذه المسارح، والمساله الماديه ضروريه سيغت، ولكن كتبقى ثانويه بالنسبه لي. اليوم فما مطالب انه فما امكانيه انه نلقاو صيغه لتسجيل الاغاني
على دي بلاتفورم، على الحفلات تتصور وتهبط على دي بلاتفورم، لأنه اللي قاعد يصير هو استثنائي في عالم الموسيقى في العالم. يعني يعني أنه يهبط مثلا سي دي فيه الأغاني مثلا من مسرح معين للبيع، يهبطوا في دي في دي بلاتفورم على سبوتيفاي على ديزر الأغاني هذوما، وإلا لا فما إمكانية أنهم يتسجلوا ويهبطوا مسجلين ولا لا؟ ما أعرفش صراحة من ناحية القانون، أنا مش ما يعني ماشي متخصص قانونيا. إذا قانونيا ما فيهاش مشكلة. دي لايف ألبوم. دي لايف ألبوم. بالنسبة لي ما والله أعلم، يعني إذا قانونيا ما فيهاش مشكلة. هو قانونيا يبدأ مشكلة أنه الناس تأخذ حقوقها، الملحن يأخذ حقوقها، هذه حاجة ضرورية. الحقوق كان أديوها في فين ما مشينا، هذه يعني أقل حاجة ممكن نعطيه للناس اللي كي به. الليلة 8 متاع الليل باش تكون على دار الأوبرا إن شاء الله، مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، باش تحافظ على نفس الأغاني متاع منيول علي قراء أنا بعشقك، ما نحبش فضة وذهب، أصالة أكتر، أنا قلبي لك ميال، كذيق بك الدهر، على شيخ زالي، حرمت أحبك، ريتك ما نعرف وين، فن الفن السيا جان الهوى. باش تحافظ على نفس البرنامج ولا باش مغيره؟ أنا حافظه جلوبالمون نفس البرنامج، وغيكونوا تعديلات حيت احنا يعني احنا دائما في تجاوب مع الجمهور والمتابعين ديالنا، كانوا بعض الملاحظات اللي غنحاولوا نصلحوهم بين البارح واليوم، نضيفوا مفاجآت اخرى نحب نخليهم مفاجآت، غيكونوا تغييرات صغيره. نشكرك برشا، نتمنى لك النجاح. شكرا لك، امين يا الصحه. شكرا. الفكره، شوف قوة الفكرة وأكثر قوة إصرار على إنجاح الفكرة. فأحسن مثال في الموسيقى هو المثال متاعك أمين. نتمنى لك النجاح والتوفيق، ونلتقي ثمانية متاع الليلة مرحبا، في قاعة الأوبرا. شكرا.